نتحول إلى إسبانيا التي أعلنت الحداد الوطني لمدة 3 أيام في أعقاب الفيضانات المدمرة التي تسببت في وفق آخر حصيلة في مقتل ما لا يقل عن 140 شخصا فيما لا يزال العشرات في عداد المفقودين. وكانت منطقة مورسيا وبالنسيا في الشرق الأكثر تضررا من الفيضانات المفاجئة، حيث تسببت ما تعرف بظاهرة الانخفاض البارد في هبوب عواصف شديدة. وتحدث هذه الظاهرة عندما يصطدم نظام الضغط المنخفض القادم من المحيط الأطلسي بهواء البحر الأبيض المتوسط الدافئ، ما يؤدي في العادة إلى حدوث سيول قوية. في معظم أنحاء شرق إسبانيا يتناثر في الشوارع حطام أسوأ كارثة طبيعية تشهدها البلاد منذ عقود، سيارات مبعثرة كألعاب، مما يشير إلى قوة المياه التي أخذت كل شيء في طريقها، بما في ذلك بعض السكان الذين حاولوا الفرار. مستوى النهر ارتفع خلال نصف ساعة، فقدنا كل شيء تقريبا. كان الأمر مخيفا لعائلتي، زوجتي حملت ابنتي بين ذراعيها عندما وصل مستوى المياه إلى مستوى الصدر تقريبا. المأساة الكبرى هي موت الناس، هناك كثير ممن فقدوا حياتهم. هذه هي مدخراتي وجهودي وحياتي، لكننا على قيد الحياة. أمطار عام كامل هطلت في 8 ساعات فقط في أجزاء من بالنسيا، مما أدى إلى تحويل شوارع القرى إلى أنهار هائجة. وقد لجأ الناس إلى أي مكان يستطيعون الوصول إليه على أمل ألا تجرفهم السيول التي جرفت العديد من المركبات. السكان يقولون إن التحذيرات جاءت متأخرة جداً. عمال الطوارئ جازفوا بحياتهم للقيام بمهام إنقاذ مأساوية وسط هطول أمطار غزيرة. كان هناك نقص في المياه العذبة. المتاجر الكبرى خلت من الإمدادات أيضاً. السيول قطعت خطوط النقل الحيوية. رئيس الوزراء بيدرو سانشيز وصف العاصفة بأنها أسوأ عاصفة تضرب إسبانيا في هذا القرن، ووعد بتقديم مساعدات. أعلم أن وراء الدمار عقوداً من الجهود ومشاريع الحياة التي ضاعت اليوم، لكننا سنساعدكم بكل ما لدى الدولة من موارد، وإذا لزم الأمر من الاتحاد الأوروبي. رجال الإنقاذ يبحثون عن جثث أولئك الذين لم يتمكنوا من الفرار من قوى الطبيعة التي لا يمكن التنبؤ بها، والتي يحذر العلماء من أنها ستزداد سوءاً مع تغير المناخ. ومعنا من مدريد الصحفي سيدي محمد طلبة، أهلا بك معنا في هذه النشرة. هل زودتنا بآخر المستجدات حول عمليات الإنقاذ؟ مساء النور فلاح. في الحقيقة الإنقاذ ليست ربما هي كلمة دقيقة، لأنه حتى الآن لم يتم إنقاذ أي مفقود من عدد المفقودين الذين لا يعرف تحديدا عددهم، لكن تم الحديث قبل ساعتين عن انتشال المزيد من الجثث. آخر هذه الجثث كانت 9 جثث عثر عليها في مرآب للسيارات. يبدو بأن أصحاب هذه السيارات دخلوا لإنقاذ سياراتهم فباوطتهم المياه وماتوا غرقا. كذلك قبل نحو نصف ساعة يتم الحديث عن تحديد مكان 3 جثث أخرى في منطقة كاستيا لامانشا. إذن المزيد من الجثث هذا هو حتى الآن هو الحصيلة المؤقتة التي الآن أصبحت أكثر من 100، فيما يتوقع أن ترتفع مع مرور الوقت. لكن الأجهزة الأمنية وكذلك أجهزة الإنقاذ وحتى الجيش، هناك وحدة للطوارئ الجيش تدخلت تحاول على الأقل فك العزلة والعثور على من هم على قيد الحياة، وإن كان كما قلت غير معروف لأن المفقودين لا يعرف عددهم. إذن حالات وفاة كثيرة، برأيك ما الخطأ الذي حدث في نظام التحذير عن الطقس وأدى لذلك؟
في الحقيقة هناك حديث متداول حول أن الدفاع المدني تأخر في تحرير السكان من هذه الفيضانات. كذلك هناك بعض الحديث عن أن الشركات وخصوصاً الخاصة لم تغلق منشآتها في هذا اليوم أمام هذه التوقعات، لكن هذا كله يبقى نوعاً ما فرضيات، وبالتأكيد سيتم فتح التحقيق عندما يتم تخفيف هذه الأزمة، لكن السبب الرئيسي وهو الواضح هي هذه السيول وهذه الأمطار الغزيرة التي لم يسبق لها مثيلا. كما قلتم كما جاء في التقرير، في غضون 8 ساعات فقط ستتساقط بالأمطار ما يتساقط عادة في كل سنة. إذن هذا كان فعلا هائلا، والسيول التي نجمت عنه كانت مدمرة. المهمة القادمة ستكون إعادة بناء الأضرار الهائلة، وهي مهمة ضخمة، فماذا تفعل الحكومة لتقديم الدعم؟ الآن التركيز هو على إنقاذ الإنسان. حتى الآن لا أحد يتحدث هنا عن، طبعا جميع يعرف بأن البنية التحتية تمت يعني تعرضت لتدمير هائل، لكن الآن التركيز هو على إنقاذ الأرواح، وخصوصا أن هذه المنطقة فيما يتعلق بالبنية التحتية هناك آلاف السيارات التي جرفتها السيول ومئات ربما الجسور، ناهيك عن المزارع وغيرها. لكن التركيز كما قلت الآن هو على إنقاذ ما يمكن إنقاذه من البشر. بدون تأكيد إسبانيا كما قال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز ستضع كل إمكانياتها في مساعدة هذا الإقليم والأقاليم المجاورة له التي تضررت من ذلك. شكرا للصحفي سيدي محمد طلبة، كنت معنا من مدريد.